لكن النهاردة احنا معاكم في حلقة استثنائية خاصة للحديث عن النادي الأهلي في الإمارات قبل 24 ساعة من ضربة البداية وأولى اللقاءات في كأس السوبر للأندية الأبطال، وهذا اللقاء المرتقب أمام فريق سيراميكا كليوباترا. في البداية وقبل أي تفاصيل وقبل أي شيء، خلونا نهني فريق كرة اليد في النادي الأهلي بعد وصوله للمباراة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة اليد، بعد مباراة كانت قمة في نصف نهائي البطولة قدام نادي الزمالك. قدر رجال النادي الأهلي يحسموها بفارق هدف واحد وبعد أداء بطولي، والأهلي كان ناقص لاعب في الثواني الأخيرة من المباراة. على فكرة كوماندوز اليد امبارح قدر يسجل قضية جديدة عشان يبقى عندنا اتنين قضية، قضية القدم في البطولة الإفريقية وقضية اليد. كوماندوس اليد فرحونا في المباراة النهائية أو فرحونا في لقاء نصف النهائي، لكن النهاردة بإذن الله إن شاء الله هيكون الفرحة التانية وتكون الفرحة التاريخية في المباراة النهائية اللي هتتلعب الساعة 9 مساء، وبإذن الله إن شاء الله يقدروا يكسبوا فريق فلاورز بطل بنين عشان يحصدوا لقب قاري جديد لقطاع كرة اليد ولأسرة النشاط الرياضي وللنادي الأهلي، لعل وعسى يكون فعل خير بإذن الله قبل ضربة البداية غدا في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال اللي هتستضيفها الإمارات العربية المتحدة بدءا من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس.